تعالي أقولك على 10 حاجات لو عملتيهم واستمريتي عليهم هتحافظي دايما على جمالك الخارجي في سن الثلاثينات. اول حاجه، دايما رطبي جسمك وهو مندي، يعني بعد الشاور نشفي جسمك بطريقه الطبطبه كده، بس ما تنشفيهوش قوي، سيبيه مندي شويه وفردي كريم المرطب بتاعك على الجسم كله. كده هتلاقي نفسك اخدتي افضل نتيجه ترطيب ممكنه، لانك كمان حمستي شويه ميه جوه الجلد. تاني حاجه، هيبقى لطيف قوي لو دخلتي في روتينك في سن الثلاثينات ماده الريتينول. احنا اتكلمنا عنها قبل كده وقلت لك قبل كده ان هي بتجدد خلايا البشره، فبتحسن جدا من مظهر التجاعيد حتى لو كانت خطوط رفيعه، كمان بتقلل من ظهور الحبوب، وكمان بتحسن من مظهر المسام. تالت حاجه، هيبقى لطيف قوي كمان لو ضفتي روتين عنايه ببشرتك فيتامين سي والهايلورونيك اسيد. فيتامين سي بيدي للبشره نضاره وحيويه وبيحميها شويه من عوامل الاكسده اللي متعرض ليها. كمان هايلورونيك اسيد بيعمل على انه يدي للبشره حاجه كده شبه الفيلرز شويه، بيملى الوش شويه، بيملى الخطوط الرفيعه، وبرده بيدي نضاره حلوه قوي للبشره. رابع حاجه، ما تنسيش انك تغيري فوطه وشك وكيس المخده اللي انت بتنامي عليها يوم بعد يوم. الحاجتين دول بتجمع عليهم كميه بكتيريا كتير واوساخ كتير جدا، بتعمل مشاكل كتير في البشره، من اهمها الحبوب اللي بتظهر في الوش، بنفضل نعالجها وتفضل تتكرر تاني واحنا مش عارفين ايه السبب. فما تنسيش انك تغيريهم يوم بعد يوم. خامس حاجه، قصي شعرك باستمرار كل شهرين او ثلاثه. انا عارفه ان دي حاجه مش لطيفه وكتير مننا مش بيحب يعملها، بس صدقيني هتفرق معاكي جدا، لان احيانا كتير شعرنا بيطول من فوق من عند فروة الراس، بس بيجي من تحت عند الاطراف ويبتدي يتكسر، فما بنحسش بطول الشعر ده. لكن لو احنا محافظين دايما على قص الشعر وان احنا بنشيل الاطراف اللي بتتكسر دي، هتحسي ان شعرك بيطول. سادس حاجة، حاولي انك تقللي على قد ما تقدري التقشير الفيزيائي لبشرتك، حاولي تستبدليه بالتقشير الكيميائي، ولو صعب قوي بالنسبة لك خلي التقشير الفيزيائي ده مرة او مرتين بالكثير في الشهر، لان الحبيبات بتاعة المقشرات الفيزيائية مع الوقت، خصوصا لو هي حبيبات شكلها وحجمها مش مناسب، بتعمل جروح سطحية في البشرة حتى لو احنا مش شايفينها بعنينا، بس مع طول المدة بتعمل مشاكل كتير في البشرة. كمان حاولي على قد ما تقدري تقللي الكيماويات اللي بتعرضي شعرك ليها. بلاش نستخدم الشامبو كل يوم او كل يومين، كفايه قوي ان احنا نستخدم الشامبو مرتين في الاسبوع او مره واحده بس كمان. ولما تستخدمي الشامبو حاولي انك تخففيه بالميه، عشان زي ما بقول لك نعرض شعرنا لاقل قدر من الكيماويات الممكنه، ونبقى برده نضفنا شعرنا. تامن حاجه، هي استخدام الصن بلوك. انا عارفه ان بنات كتير قوي هتطنش استخدام الصن بلوك ده مع دخول فصل الشتاء، لكن انا مش هبطل ازهق اقول لكم ان احنا لازم نستخدم الصن بلوك السنه كلها مش بس في الصيف، لان الصن بلوك مش بس بيحمينا من حراره الشمس اللي هي ممكن تكون فعلا اشد في الصيف من الشتاء، لكن هو بيحمينا كمان من الاشعه بتاعه الشمس اللي هي موجوده السنه كلها. فارجوكي لو بتنزلي الصبح كل يوم لازم تحطي طبقه من الصن بلوك. كده اتكلمنا عن كل حاجه في الجسم ما عدا كعب الرجل وضوافر الايد، ما تقلقيش مش هنساه. النقطه التاسعه، عن كعب الرجل، عشان نعتني بالمنطقه دي وتبقى طول الوقت ناعمه وشكلها لطيف. عارفين الفازلين الطبي ده الموجود عند العطار بيبقى رخيص جدا ومسهل جدا انك تجيبيه، هنحط على منطقه كعب الرجل والفوت كلها او القدم كلها، ونلبس شراب كل يوم قبل النوم. هتصحي الصبح تلاقي ان كعب رجلك ده ناعم جدا ومفيهوش اي تشققات، بس واظبي على الروتين ده. اخر حاجه معانا في الفيديو ده وهي النقطه العاشره، ازاي نخلي بالنا من ضوافر ايدينا اللي بتتبهدل من المايه الكتير والمواعين وغيره. هنيجي يوم في الاسبوع كده ونجيب طبق صغير فيه ميه دافيه عليها معلقه صغيره من زيت الزيتون ونقطتين من الليمون، وهنحط ضوافرنا فيها لمده 10 دقائق او ربع ساعه، ونشيل ضوافرنا من المايه الدافيه دي. ده هيرطب الضوافر جدا جدا وهيساعدك انك تستعيدي صحتك.